السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فإذا كانت السياسة بخير فالاقتصاد بخير، والعكس صحيح. ومن راقب الوضع في لبنان مات قهراً أو همّاً، انسداد سياسي، فراغ رئاسي، حكومة تصريف أعمال، مجلس نيابي عاجز عن التشريع، وشغور مرتقب في حاكمية مصرف لبنان، ودولار لا سقف له. ولا يمكن أبداً فصل حركة الدولار عن الوضع السياسي في لبنان. يشهد الدولار استقرار اليوم بعد أن تدخل مصرف لبنان، فماذا سيكون مصيره بعد أن تنتهي ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة؟ وهل من الممكن التعويل على انخفاضه بعد الانتخابات الرئاسية؟ وما هي الخيارات المطروحة أمام حاملي الدولار؟ تابعوا التقرير. تؤكد مصادر اقتصادية أنه في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية كما هو متوقع وانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإن مصير صيرفة في خطر، لا سيما في ظل معارضة كبيرة من أعضاء مجلس المصرف المركزي على عمل المنصة، لأنها برأيهم تكبد المصرف خسائراً بمئات ملايين الدولارات شهرياً. وهؤلاء يفضلون ترك السوق على حاله طالما أن عملة الدولار تتدفق إلى البلاد بنسبة كبيرة كل سنة. ولكن وبحسب المصادر فإن وقف المنصة قد يؤدي إلى ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لأن الطلب على الدولار سينحصر بهذه السوق. أما عن احتمالية انخفاض الدولار فتؤكد مصادر اقتصادية أنه لن ينخفض إلا في حال انتخاب رئيس جمهورية، ولكن هذا الانخفاض لن يكون أكثر من 10,000 ليرة لبنانية. في ظل هذا التخبط في الوضع السياسي والمالي، وبعد أن فقد اللبنانيون الثقة بالنظام المصرفي اللبناني، بدأوا يطبقون المثل القائل إذا ضاعت الأمانات خلي خزنتك عبك. يعني أكيد اليوم بده يكون في تنويع للمحفظة المالية بين الكاش للذهب للسندات، لأنه إذا بس بدي أقول للمواطن حط مصرياتك كاش بالبيت، مع التضخم هاي المصريات عم تنزل قيمتها وبالتالي بيكون عم يخسر، وبالتالي بده يفتش على محلات أو على 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 أسيتس على أصول بيقدر يشتريها تحفظ له قيمة مصرياته أتليست إذا ما بده يزيدها. يعني إذا ما بده يكون عم يربح بهذه الأموال اللي هو بيمتلكها، بده يكون عم بيحافظ عليها من خلال مثلا شرائه للذهب اللي بيكون مترابط مع فترة التضخم، بيكون الذهب عم يرتفع مع التضخم وبالتالي بتكون عم تحافظ على قيمة مصرياتك، إضافة إلى العقارات يلي مع الوقت بتكون عم بزيد قيمتها عم تحقق منها أرباح. وبالتالي ده احتفاظه بالكاش كل مصرياته it's not a good option، يعني منه شيء جيد تحط كل مصريات الكاش، إضافة إلى عرض أعراض السرقة يلي بتصير. لأنه اليوم إن إحنا بلبنان في وضع استثنائي، هو إنه عم نحط مصرياتنا بالبيت وبالتالي معرضين ليكون في خطر سرقة، معرضين ليكون في كمان خطر ممكن يولع على البيت ويروح المصريات، وبالتالي ما في إنشورنس عليهم حتى كمان. ما حصل في أمريكا مؤخراً لا سيما على صعيد المصارف واهتزاز الثقة بالدولار أثار الذعر والقلق في نفوس حاملي العملة الخضراء، واتجه البعض إلى التخلي عن الدولار كعملة تداول. فهل سيخسر فعلاً الدولار قيمته؟ وما هي النصيحة الأثمة لمدخري الدولار في لبنان؟ الخوف على الدولار أنه ينهار هو شوي مبالغ، مزبوط أنه مع الوقت عم بتخف هيبة الدولار، بس هيدا الشيء ما بيعني أنه رح ينهار بين ليلة والتانية. بس بكل الأحوال الدايفرسيفيكيشن وتوزيع المخاطر هي أهم رول لازم كل يتبعها. على طول الواحد لازم يوزع أمواله بين كاش ذهب اتسترا. واليوم عم ينحكى أنه بأمريكا رح يحطوا بوز على رفع الفوائد، وهالشي بينعكس إيجابياً على سعر الذهب. في اعتقادنا كمان نطمن المواطن والمشاهد، ما في اعتقادنا خطر وجودي على الدولار لليوم، لأنا وياك عم نعمل مقابلة هلأ. شو بيجد علينا بعد 10-15 سنة نحن فعلياً ما بنعرف، ولكن في أصوات عم تبلش تطلع وهلأ عم تتكاثر من خلال أنه لازم نلاقي وسيلة دفع بديلة عن الدولار. هلأ هنسمع بعد فترة وهيدي السنة وردي بلشنا نسمع الأول السنة انخفاض للدولار كعملة، هذا الشيء طبيعي لأنه اليوم أي عملة منشوف تمرق فترات ترتفع فيها وتمرق فترات تنخفض. وفي الختام نسأل المشاهدين، كيف تتصرفون بالدولار إن وجد في جيبكم؟ شاركونا تعليقاتكم.